بايزيد استنى. بايزيد. لا تزعجوا حالكم يا سمو الأمير، بجوز هالشي لمصلحتكم. وين مصلحتي بالموضوع يا باشا؟ مولاي السلطان خلص طردني من جنته. بما أنه صار هيك يا أمير، إجا الوقت لحتى تأسسوا جنتكم. أنت وين كنتي اليوم سلطانة؟ إجيت لعندك وما لقيتك. كان عندي شغل. قال السلطان أخذ القرار. أنا متشوقة لحتى أعرف. ما عرفتي شو اللي صار معهم؟ سلطانة، أنا مو فهمان. معقول مولاي عين سليم وأنا موجود؟ تعال يا ابني هدي حالك شوي، تعال. جاوبيني سلطانة ولا ما سمعتي شو قلت؟ كيف السلطان بياخذ هيك قرار؟ أنا مو مصدقة السلطان. كيف تسكتي؟ شو صاير لكم؟ كيف بتتجرأوا تناقشوا قرارات أبوكم السلطان أو تعترضوا عليها؟ مولاي أخذ قراره بهذا الخصوص ونحن لازم نطيعه. الموضوع خلاص انتهى. سمو الأمير، تأمروني بشي؟ بعتوا خبر على قنية يا جيهان، خلي غضنفر أغا يجهز حاله. رح نروح على مانيسا. واضح انه انت كتير مبسوطه من هالقرار. ليكون حضرتك اقنعتي بهالشي مولاتي. انا مالي علاقه بنوب بيزيد، وانتو بتعرفوا انه قرار مولاي السلطان نهائي ومستحيل انه نغيره. مفهوم حكي؟ مفهوم بيزيد؟ يلي صار كتير واضح يا امي. مولاي السلطان عم يعاقبني مرة تانية، وحتى من دون ما ساوي أي ذنب. بيزيد اتركيه. أخوك هلأ معصب ومو عارفان شو عم بيقول. سليم أنت اللي اقترحتيه مو هيك؟ أعطيت التعليمات يا مولاي، وأول ما تخلص التحضيرات سمو الأمير رح ينتقل على مانيسا. ديروا بالكم عليه يا رستم، مانيسا ولاية صعبة ولازم يثبت جدارته. اطمن مولاي السلطان، مع الوقت رح يتعود ورح يكتسب خبرة. أنا رح أكون معه خطوة بخطوة. ادخل.
مولاي، سمو الأمير مصطفى حابب إنه يشوف حضرتكم. ماني مصدقة، معقول كل هذا التعب يروح على الفاضي؟ فكرتك دعمي بيزيد يا سلطانة. صدقيني يا بنتي، هذا هو الحل الأنسب للكل. بيزيد متهور وعنيد بقراراته، هذا الشيء عم يخليني خاف من ردود أفعاله. هو محتاج إنه ينضج أكتر، وهذا الشيء بيتطلب وقت. وليش خبيتي عني قرارك هاد؟ والرستم بيعرف، ما هيك؟ لا، أنا خبيت عنكم اتنيناتكم حتى ما تمنعوا إصدار هذا القرار. أنا مو فهمانة شو هدفك. أنت غلطتي. شوفي سليم حتى إمارته مو قدران يديرها. لهيك لازم ندعمه ونساعده إنه ينجح. وبيزيد ما بينقصه غير الدعم. ركزي معي وفهميني منيح، أخوكي بيزيد هو أملي الوحيد، وأنا ما فيني أتخلى عنه بهي السهولة. بخاف يقتلوه يا مريم. سليم ابنك يا سلطانة، كيف بيهون عليك تساوي هيك؟ معقول تورطي؟ لا، بس سليم شخص مسالم وما بيخوف بنوب، ما عنده أطماع، وهذا الشي بيطمن. بس بيزيد مانو هيك، بيشبه أبوك السلطان بكتير شغلات، قوي شجاع وذكي، وأكيد كل العيون رح تكون عليه. موت محمد هو أكبر دليل على ظلمهم وجشعهم، وبيزيد رح يكون هدفهم الجاي. أنا ما فيني ضحي بواحد تاني. عم تسمعي؟ وقتها ما كنتي هون، ولو صار شي تأكدي إنه أنا ورستم ما كنا رح نتركه بنوب. وثقي فيني يا مريم بهذا القرار. أنا مو بس حميت حياة بيزيد، أنا كمان حميت أخوكي سليم. غلطتي كتير يا أمي، سويتي عداوة بين الإخوة بس كرمال إنه تبعدي مصطفى عن ولاية العرش. سمو الأمير، واضح إنه حضرتك مزعوج كتير، ليكون خاب ظنك بقرار مولانا بخصوص مانيسا. عم تتجاوز حدودك كتير يا رستم. أنت بتعرف مو صعب علي أبداً إني ورجيك قيمتك وأمفيك للأبد. مولاي السلطان ناطر سموك. مولاي. أهلا وسهلا يا مصطفى. جبت لك معي أحجار كريمة، بظن إنه وصلوك. وصلوني أحجار كتير سمينة، وأكيد رح أصنع منها مجوهرات قيمة. وأنا هيك رأيي. مولاي، أنا اليوم حكيت مع رستم ورح نطلع على الصيد، ورحلة الصيد رح تبدأ بعد صلاة الجمعة. رستم عم بيحضر كل شيء، رح ترافيني انت واخواتك. روح حضر حالك. مولاي كنت بتمنى، بس المفروض ارجع اليوم على السنجق. طبعا هالشي من بعد اذن جلالتكم. سمو الامير هلأ عم يحكي مع مولاي السلطان، هاد كل شيء قدرت اعرفه. ان شاء الله سمو الامير مصطفى يقدر انه يسيطر على حاله. أنا خايفة إنه تتطور الأمور للأسوأ بيناتهم. كنت حاسة بهذا الشيء سلطانة، ولسه رح يصير شغلات كتير. لازم نروح بسرعة وما نبقى هون. تفائلي وحاجتك تشاؤم يا خانو. ما بعرف ليش وصلت الأمور لهون. بصراحة كان عندي أمل إنه يصير غير هيك. أصلاً أنا كنت رح أتفاجأ كتير لو اتخذ قرار لصالحنا. أصلاً هيام وأهوان تفاجأوا بهذا القرار. مزبوط هالحكي، هنن كانوا بدون الأمير بيزيد سلطانه، بس الظاهر ما حسبوها منيح. هيام ذكية كتير، وما في شي بالكون ممكن يوقفها عند حدها. بس أنا متأكدة إنه رح يعرفوا قيمته لابني مصطفى
لما الأمير سليم يتولى العرش ويورجيهم غباؤه، وقتها بس الكل رح يعرف قيمة ابني مصطفى. كنت مفكر إنك رح تبقى هون وقت أطول. أماسيا وضع سيء مولاي، وما بقدر أتركها أبداً، وبشكر الله إنه شفت وشك بخير، هذا أهم شي عندي، واطمنت على أخواتي وصار لازم أرجع. مو مشكلة يا مصطفى. أنا بتمنى تمنحوني شرف الزيارة على أماسيا يا مولاي. نطلع رحلة صيد هنيك، الصيد ممتع بأماسيا. أكيد رح أجي. مصطفى، القرار اللي اتخذته اليوم ما بيغير حقيقة أبداً. أنت لساتك ابني ونور عيوني ومصدر قوتي. بالنهاية الموت حق على كل واحد منا، ونحن مؤمنين بالله. أنا ما بعرف مين راح يأتي للعرش من بعد ما موت يا ابني. ربنا هو اللي بيعرف، مو أنا. العمر الطويل يا مولاي. أنا ما بدي شي غير أن يكون ابن بليق بجلالتكم ومقامكم، هذا أملي. الله يحميك وما يحرمنا منك. كوزي كويستا منيسترا. أنا منيسترا دي موندور للسنيورا. أسي جاتي ليبونا. نو فوليا سوجارلا. بورتا مي سوبيتو دلاكوا. احكي لسمبول إنكم عم تحكوا هالحكي هاد. لا شو تروحي ما تروحي. خلص. يا ريت ياخدونا على حرملك الأمير سليم. يا ستي وقت رح يكون أجمل يوم بحياتي. حاجتكم تتمنوا، ما بتعرفوا مين رح يختاروا. ليه ما بتعرفي شو؟ خلينا نحلم شوي. ان شاء الله صحتين وهنا يا بنات. على قلبك داليا خانم. خير شوفي، شايفتك كتير مبسوطه. ليش ما عرفتوا؟ الامير سليم استلم منصب كبير، واليوم عينوا والي على سنجق مانيسا، يعني عن قريب رح روح معه. لازم نحكي مع سمبل اغا. يا ريت ياخذنا على حرملك الامير سليم. والله رح يكون اجمل يوم بحياتي. سليم ابني القوي الشجاع، ما بتتصور وقت سمعت الخبر قدي فرحت. الله يحميك ويكون معك، أنا دائما رح أدعي لك. مولاتي كنت مفكر إنه رح تزعلي من هذا القرار، بعرف إنه كان بدك أخي بيزيد. أنا قلت لك وبرجع بقلك، أنا ما فرق بيناتكن أبدا. وبعدين لو هذا الحكي مزبوط كان أخوك بيزيد هلأ هو والي ساروهان. صحيح، وين أخي بيزيد؟ من وقت القرار ما نبين. هلأ أفكر بالشي اللي رح تساويه سليم. منصبك هلأ كتير مهم، المفروض تعرف كيف تثبت وجودك بمنيسة يا ابني. لازم تكون أخذت عبرة من يلي صار مع أخوك مصطفى، وإلا رح ينفوك من هنيك أنت كمان. فهمتني؟ أنا رح أعمل كل جهدي يا أمي. بدي اياك تكون حذر وتحط عقلك براسك، وبتنفذ شو ما بقلك وما بتخالف رأيي ابدا يا سليم. جلالة السلطان سليمان المعظم. هويام. سليمان. سليم كتير متحمس ومبسوط يا مولاي، وما رح ينسى فضلك أبداً، ورح يكون عند حسن ظنك. مولاي السلطان قراركم هذا شرف كبير إلي، إن شاء الله رح كون عند حسن ظنكم. وأنا ما عندي شك بنوب. فهمتي شو عم قول؟ عفواً جيهان خانم. شو بدك مني خير إن شاء الله؟ حابة أسألك سؤال، الأمير سليم هو اللي اعتلى عرش مانيسا؟ وانتي شو دخلك بهالقصة؟ ليش عم تسألي هالسؤال وشوفي من ورا؟ بس حابة أعرف.
شو يعني والي سنجق؟ وليش لحتى يروح؟ دولتنا العليه فيها المئات من السناجق، ومعنات السنجق هو الولايه يا سيسيليا خانوم، وكل واحد من الامراء بيدير سنجق من هالسناجق. ليش السلطان عنده غير امراء؟ طبعا في عنده غيره، نشكر الله في ثلاث امراء غير الامير سليم. مين رح يصير السلطان برايك؟ هذا الشيء ما بيعرفه غير رب العالمين، بس بما انه الامير سليم رايح على مانيسا هذا بيعني هو المرشح، لانه الطريق للحكم بيبدا من هنيك. يعني الامير سليم هو حيكون السلطان؟ لك شو هالبلوه هي، خلص بكفي بقى يا خانم، رجعي لمحلك، حاجتك اسئله سخيفه. يلا ما عم صدق ابنوب، كيف مولاي السلطان بيتجاهل وجودي وبيختار أخي سليم؟ أنا واثق إنه سليم رح يفشل. لا تحكي هيك عن أخوك بيازيد، سليم هلأ عنده مسؤولية كبيرة والكل لازم يوقف جنبه ويدعمه. هالحكي نفسه أمي عم تقوله. بكرة رح تجوا لحتى تودعوني ما هيك؟ ما فهمت ليش الوداع أخي؟ ليش أنت لوين رايح؟ راجع أقماس يا جيهانجير، أصلاً إجيت لهون من شانك، بس هلأ خلص أنا لازم أروح. أخي خليك معنا، رح نطلع على الصيد مع السلطان، ما هيك بيازيد؟ أحكي لك شي كلمة. جيهانجير معه حق، رافقنا على الصيد وبعدين سافر. قلت لمولاي إني راجع، وقال لي مثل ما بدك. قل لي ليش بدك تروح؟ ليكون جيتي كان في إلى مغزى أخي، وبصراحة هلأ رحتي إلى مغزى كمان. بيازيد تقبل قراركم بكل رضا يا مولاي. أنا هاد الولد عم بيفاجئني يوم عن يوم، وعم حبه كتير. طبعاً مو بس بيازيد، سليم، جيهانجير، وكمان مريم. ولادي محظوظين لأنه رب العالمين عطاهم أم حنونة مثلك. أنت بوجودك عم تعطيهم القوة لإلهم ولأبوهم السلطان. الله وحده بيعرف الألم اللي أنا عشته طول فترة غيابك عني. الله لا يورجينا هديك الأيام مرة تانية. آمين آمين. أنا ما بتذكر عدد السنوات يلي قضيتها بالحفرة، كنت بعالم تاني وكتير قاسي، بس بعدي عنك كان هو الأصعب. خفت إني ما أشوفك مرة تانية وما أسمع صوتك سليمان، بالوقت اللي كانت فيه النار عم تحرقني أعدائي كانوا عايشين حياتهم مبسوطين. هاي النار كانت عم تحرقني إلي يا ويام. أنا بغيابك فقدت روحي ورغبتي بالحياة، هدول الناس سرقوا مني قلبي وعيوني ونفسي وفرحي. وقتها بس تأكدت إنه ما في شي بهالدنيا إلو قيمة من دونك يا ويام. كل الأيام اللي مرقت علي ما لها طعم ولا لون. الحمد لله الذي جعلك قدري ونصيبي في هذه الدنيا، وجعلني أرتوي من حلو شفاهك وجعل عينيك سبيلا. يسألونني أهي بدر السماء أم نور يشع كل ليلة، أقول لهم هي عطري وريحاني، أقول لهم هي حبي وهيامي. سليمان شو شايفك شارد يا باشا؟ سمو الأمير. أكيد عم تفكر بالفتوحات والحروب. حلمي الوحيد هو روما سمو الأمير.
إذا كان لنا نصيب بده يجي يوم ونوصل لهدفنا إن شاء الله. أنا غادرت القصر يا باشا وراجع أماسيا، ما بقى فيني أبقى هون. قرار مولانا كان مفاجئ للكل، كنت حابب إنه ودعكن وأنتم مجبورين الخاطر. للأسف مولاي السلطان اتخذ قراره وخسر ولي عهد شجاع ونبيل يا سمو الأمير. على الأغلب هذا القرار رح يقلب الموازين، في ناس كتير رح تستفيد منه يا باشا، وبالأخص السلطان هيام ورستم باشا. كلامك مزبوط يا سمو الأمير. باشا، ليش برأيك مولاي اختاره لسليم؟ سليم مولاي السلطان ما اختاره عن عبث سمو الأمير، هدفه يمنع الصراعات ويحميكم من بعض بالمستقبل. بكرة الكل رح يشوف الصراع الحقيقي. سلطانة، أكيد مريم شرحت لك الوضع يا باشا. يا ريت لو حطيتوني بالصورة، أنا كنت طول الوقت عم طمنه لسمو الأمير وهلأ أكيد بيكون فقد الثقة فيني. إذا مصمم يوصل لهدفه لازم يتعلم الانتظار والصبر وكمان ينفذ كل أوامري. عذريني يا سلطانة، بس السلطانة مريم معها حق، أكيد هلأ أعدائنا رح يعتبروا أنه اختيار الأمير سليم هو لصالحهم. هدول الأعداء يا باشا هدفهم شخص واحد، وإذا هو وقع رح نوقع كلنا. ما بقى في لزوم للخوف يا سلطانة، العرش صار بإيدنا وما فيهم يغيروا هذا الشيء. روحة الأمير مصطفى الفجائية مو مطمنتني أبدا يا رستم. علاقته بخضر باشا هي الفترة واستقبال الجنود ومحبتهم لإله كله بدل على شيء واحد وما بيطمن بنوب. ما بظن عنده جرأة يعمل تمرد. يا ريت يتمرد يا باشا، هاد بيفيدنا كتير. هدول كل همون أنا وبس، وهدفهم أنه يقضوا علي، ولهذا السبب عم بيحاولوا يحاصروني ووقفوا بوشي. أنا بعرفهم. برأي حضرتكم عم تبالغوا. لا يا رستم، أملهم كان ولاية عرش مانيسا وأنا قدرت أخذها منهم، وهلأ رح يشنوا علي حرب كتير قوية لسه ما بيعرفوا هيام. ما رح خليهم يدوقوا المصر أبدا. كل شي جاهز مو هيك؟ ايه جاهز يا سلطانة، بس أنا برأيي نستنى شوي. لا ما رح نستنى، هاي فرصتنا وأنا ما رح ضيعها بنوب. هالشي ما حد رح يتوقعه بهذا الوقت، وأكيد رح يكون من دون حماية. سلطانة مستحيل اتراجع يا رستم، فات الأوان. استنى شوي، أنا واحد هو الأمير مصطفى صاحب الحصان الأبيض. منصور روح على الجهة الثانية، بس انتبه ما يشوفوك. وانت انتبه كمان. بالأول فكرت إنه هذا الشيء مو مزبوط. فاليريا؟ وطوا صوتكم هلأ بيجي صنب الآخا. سينيورا؟ روحي خدي هاد وجيبي لي واحد غيره. سينيورا بس هذا الشيء ما بيصير، والله خايفة يشوفوني. بلكي صاير مع شيء وهي مبينة هين. لا شكلها بتغاري كتير. لوين يا خانم؟ وشو هاد يلي بإيدك؟ شرشفة توسخة كتير، رايح أجيب واحد نظيف. هلأ مو وقته. نادية، هزار، تعوا لهون. أمريني فخرية خانون. سمو الأمير سليم رح يروح الحمام، روحوا بلشوا بالتحضيرات اللازمة. رح نروح فورا. وقفي بأدبك يا خانون ولا تتجاوزي حدودك.
انت شو اسمك؟ فاليريا. يا بنات، فاليريا رح تروح معكم، خلوها تتعلم الشغل، احسن ما تقعد هون لا شغله ولا عمله. يا سلام، رح روح عند الامير. سينيورا، انا بعتذر منك، لازم روح على الحمام فورا. ما حذرتي يا فاليريا، انا حروح. بشو عم تفكر يا سليم؟ لتكون صدقت انك رح تكون ولي عهد الدولة؟ قرار مولاي السلطان خيب املك؟ يمكن خلى احلامك كلها تنهار. بيكون قال لحاله بلكي هالقرار بيخليك تكبر وتركز شوي. انا رح روح اتحمم، لانه هذا الحديث رح ينتهي بمشكلة. بكرة طالعين على الصيد، فقلت بيجي وبخبرك بنفسي. لا تطول بالسهرة، لأنه إذا ما صحيت بكير بابا من أول يوم رح يعرف أنه غلط بقراره هادي. يا أخي، واضح أنك كتير متضايق من قرار مولاي. إذا بدك تعال معي، بلكي بتساعدني بإدارة الولاية. رح يجي يوم روح فيه على مانيسا يا سليم، بس مو من شان نقضي وقت مع بعضنا. أنا رح روح استلم حكم الولاية إن شاء الله. فاليريا وين يا سيسيليا؟ تعبانة شوي، راسة عم يوجعة، فقلت بشي بدالة. يا بنات، لساتكن ما خلصتوا؟ يلا سمو الأمير جاي على الطريق. كل شي جاهز يا خانو. يلا. يلا طلعي قدامي، على شو عم تطلعي؟ سمو الأمير. سمو الأمير، سامحني أنا ما انتبهت. طلعي لبرا. سمو الأمير، أنا حابة أتشكر حضرتكم لأنكم أنقذتوا حياتي هديك الليلة وقت حاولت إنه انتحر وقطعت شرايين إيدي. فضلكن هذا يا سمو. قلت لك طلعي لبرا، يلا. أنا ما بدي حدا عندي. منصور، دورك بالمناوبة. ليش أنا بناوب على طول؟ بعدين في عشرات الحراس غيري. بس ولا واحد منهم في عنده قوة نظرك. يلا. فتحوا عيونكم منيح.
ما بدك تجي تنام؟ أنا مو نعسان. أكيد قرار السلطان ضايقك كتير وشغل لك تفكيرك. أنت اهتمي بالولد وبس. أصلاً أنا كل الوقت عم فكر فيه وبأيامه اللي جاي، وبتمنى أنه يولد بسرعة ليفرحكن ويسعدكن. إذا الله سبحانه وتعالى رزقنا بصبي رح سميه على اسم أخي المرحوم محمد. يلا يا بنات. سينيورا أنت منيحة؟ الأمير ما تذكرني يا فاليريا، وبجوز حضرته تصرف هيك عن قصد. سينيورا بس في كتير جواري بالقصر وصعب سمو الأمير أنه يتذكرهم كلهم. معقولة تنزلي مستواي لمستواهم؟ لا أنا أوعك تنسي مين بتكون سيسيليا. أنا سيسيليا بانيار بافو، وكل رجال البندقية كانوا يتمنوا رضاي. مزبوط كلهم كانوا يتمنوا ياخدوا منك نظرة سينيورا، بس أنت هون بالدولة العثمانية وما حدا بيعرفك مين بتكوني، فلا تلوميهم. أنا رح خليهم يعرفون يا فاليريا، وبكرة رح تشوفي بنفسك، رح علمهم كيف يحترموني، وخاصة هذا سليم. أنا مالي عبدة وما بوطي راسي أبدا، وما دام ما في مخرج من هون وما في مفر بنوب، معناتها أنا لازم كون بالعالي وبهداك المكان بالذات. سلطانة هدول أجمل الجواري، شوفي ما أحلاهن ما شاء الله، اختاري واحدة منهن مشان نعلمها القواعد لتكون المفضلة لسمو الأمير سليم. ابعتهم لحرم الأمير يا سنبول، بس بصراحة ما في ولا واحدة منهم عجبتني. يلا روحوا عشغلكن لشوف. سلطانة لا تاكلي هم، أنا بنفسي رح أهتم بهالموضوع. من هون ورايح فتح عيونك منيح يا سنبول، الأيام الجاية حتكون صعبة، في عاصفة كبيرة كتير رح تصير، وحتى ما تاخدنا بطريقة لازم نثبت رجلينا منيح. صحوا سمو الأمير فورا، يلا بسرعة ما في وقت. سمو الأمير عم نتعرض لهجوم. قومي بسرعة قومي. دخيلك يا ربي شو اللي عم يصير. أهدي لا تخافي.
منصور حميني. يلا طعي معي. سمو الأمير، نحن لازم نبعد مشان نحميك. مين هدول وينهم هلأ؟ هن بين الشجر وجايين لهون. سمو الأمير روحوا بسرعة. بسرعة خذوا الخانون من هون. لا أنا ما بروح بلاك. خلوا عيونكم مفتحة منيح على سمو الأمير. حاطوا المكان. هذول حكيم. احموا سمو الامير، عم تسمعوا؟ سمو الامير بخطر. اصحي اصحي. نادوا الحكيم بسرعه. احكي مين انت ومين اللي بعتك؟ سمو الأمير. أنت قتلته؟ لا سموك، لقيته مرمي على الأرض، بس شفت واحد عم يهرب، يمكن كان بده يقتله مشان ما يحكي. عرفتوا منه شيء؟ عرفنا يا سمو الأمير، اللي بعته واحد من كبار تجار أماسيا واسمه قاسم أفندي. أول ما يرجع سمو الأمير من رحلته رح ينطلق فوراً على السنجق تبعه. بدي كل شي يكون جاهز، وأي تقصير منكم والله ما رح أرحمكم، ورح أرميكم كلكم برات القصر. سمبول أغا. شو بدك؟ في جارية برا ومصرة أن تشوفك. ما عرفت شو بدها مني يا ابني؟ حاولت بس ما رضيت تحكي شي بنوب. لا حول ولا قوة إلا بالله. مو انت الخانم اللي حاولت انها تنتحر؟ قليلي لشوف شو جاية تعملي هون؟ اذا جاية تطلبي انه نرجعك على بلدك والله لارميكي لوحوش الغابة. روق، انا جاية لاعطيك هدية. حسب معلوماتي العيد مطول، شو مناسبتها الهدية؟ خبروني انه سنبول آغا والكلب الكل هون مزبوط؟ واللي بدك اياه بيصير، وانه كلمتك ما بتنزل الارض. مزبوط. والسلطان بذاته ما بيتدخل بشغلك. الحمد والشكر لك يا رب. شو بدك يا خانو؟ حابة روح من هون. لك شو هاد، انت ما سمعتي انا شو قلت لك من شوي ولا شو؟ مو على بلدي. بدي روح مع الامير على قصره، مع سمو الامير سليم. سمو الامير؟ يا حبيبتي، يا أجمل حفيدة بالكون، يا روحي، بنتك حتكون أحلى صبية بالدولة العثمانية. عادي ليش واقفة؟ إيه. خير سلطانة، شوفي صار لك كم يوم مو على بعضك، ورستم كمان. كنت مفكرة الأمومة غيرتك يا مريم، بس الواضح أنه لساتك مثل ما أنتي. سنبول قال لك عن موضوع الخانم يلي عم دور عليها؟ قال لي حضرتك عم تدوري على خانم لولي العهد. مزبوط. اختيار المفضلة هو أمر مهم وخطير. إذا المرأة اللي ورا الرجال مو قوية يا بنتي،
الرجال ما رح يكون قوي. نحن عم نحكي عن سليم سلطانة. لو كل نسوان الدنيا وقفوا وراه عبس ما بينفذ إلا اللي براسه. هاي هي المسألة. أنا بحاجة لخانه متخليه إنه يسمع كلامي وتكون ذكية ولماحة. لازم إنه أختارها بنفسي منشان ما توجع لي راسي بعدين. ما رح ارتكب خطأ المرحومة السلطانة الأم يا مريم. لو ما عادتني كل السنوات الماضية وما وقفت بوشي ما كانت خسرت السلطان وخلتني اكسبه بصفي. انتي سلطانة قوية كتير ويوم عن يوم عم تفاجئيني. كيف قدرتي تخبيه يا خانو؟ ما فتشوكي وقت فتي فيه على حرملك القصر؟ هي الأمور ما رح تصعب على وحدة مثلي يا آغا. هي جوهرة تمينة كتير، التجار اليهود بيدفعوا مال الدنيا ليحصلوا عليها. بس بالمقابل بدي منك شغلة، إنك تختارني لحرم سمو الأمير. هو شي طبيعي إنه الجواري يحبوا يروحوا ويعيشوا بالحرملك عند الأمراء، وهذا الشي مو غلط بنوب، بس يدفعوا رشوة مقابل هذا الشي فهذا ذنب يا خانم، وعقابه رح يكون مسهل أبداً. مو هيك، مو قصدي ارشيك. وانتو في شغلة بتقولوها، بتقولوا هدية وطالعة من جواتها. هيك بنقول. مدام طالعة من قلبك يا خانم، انا كمان رح ساعدك من قلبي. رح اتاخدها بس تختارني. اعذرني يا مولاي، أنا ما كنت حابب إني أزعجكم بهذا الوقت، بس بعرفكم حريصين على أمور الدولة. وجودك ما بيسبب لنا أي إزعاج يا أبو سعود أفندي، بابي مفتوح دائماً لإلك. قلي شو القصة؟ مثل ما بتعرفوا يا مولاي، شيخ الإسلام السابق جعفر زادة أفندي أصدر فتوى بإلغاء جمعيات الوقف، ومن وقتها يا جلالة السلطان منعوا تشكيل جمعيات الوقف بدولتنا. إيه مزبوط. مع الأسف شيخ الإسلام فنري زادة محي الدين عم يسلك نفس السلوك يا مولاي. إذا نحن منعنا الوقف بدولتنا رح تتدمر مؤسسات مهمة يا جلالة السلطان، ورح تتعطل الخدمات اللي عم نقدمها للمحتاجين. أنا برأيي إنه هذا خطأ كبير ومخالف للمصلحة العامة. جعفر زادة أفندي ارتكبها فؤاد، والكل بيعرفوا هالشي، بس اتهاماته لمحي الدين عربي اتهامات باطلة، ما كان عنده أي دليل. مثل ما قلت لكم من قبل يا مولاي، الإسلام هو دين المحبة والتسامح، والفتنة أكبر عدو للإسلام. إن شاء الله شيخ الإسلام أفندي ما يوقع بنفس الهفوات. شيخ زادة أفندي من أسرة معروفة بحب للعلم، وقدم خدمات كثيرة لدولتنا، وما بظن أنه يرتكب أخطاء. أنت لا تشغل بالك بنوب، أنا بنفسي رح أهتم بهالموضوع. لسا كم يوم بدنا لنرجع يا جيهانجير؟ رح نضل هون أسبوع تاني. إذا مليت بقلن يبعتوك. مشتاق لمانيسا، ولا نسيت إنه مولاي اختارني لكون والي عليها؟ أنت بتعرف كيف رح تروح عليها؟ ولا رح تضيع الطريق؟ لا تزعل، هو عم يمزح معك، ما هيك بيازيد؟ مزبوط عم بمزح. سليم ركاب حصانك، خلينا نتسابق لتل شاهين لنشوف مين رح يفوز. ما في لزوم، خلونا عم نمشي. انت روح قدامي وانا بالحق. بما انك واثق من فوزك يا اخي، شو رأيك نحط شروط؟ بيزيد مو وقتها، السلطان عم يستنانا. موافق. ايه؟ اذا ربحت حصاني لك. شو بدي بحصان خسران؟ بدي خاتمك اللي هداك يا مولاي السلطان. واذا انا ربحت؟ رح اعطيك شو ما بدك، وقتها كل شي رح يكون تحت تصرفك. معناته اسمعني كتير منيح، رح تجي تطلب مني العفو قدام الكل. ما فهمت، ليش لا يطلب منك العفو؟ لأنه عم بيقلل أدب على أخوه الكبير يا جيهانجير. عطينا الإشارة جيهانجير. والله مزبوط، انا مبارح كتير تعبت بالشغل. يا بنات يلا يا بنات، جمعوا قدامي واسمعونا شو بدنا نقول. وقفوا قدامي هون.
تحركي بسرعة. أمرا أنا رح يوصلوا بعد كم يوم على القصر، ولهذا السبب الجواري اللي رح يروحوا معهن على الحرم لك لازم يجهزوا حالهم. اسمعوني، يلي اخترتن هذاك اليوم يقربوا لقدام. بيكفي. مزبوط انتي وانتي وانتو التنتين كمان مزبوط. لسه بدنا جارية واحدة، الباقي رح يبقوا هون. ها تعالي لشوف يا خانو. لا مو انتي، اللي وراكي. يلا لشوف البنات يلي اخترتون يجوا لهذا الطرف، والباقي يروحوا على شغلهم. يلا تحركوا. بسم الله الرحمن الرحيم. لك شبك واقفة؟ يلا تحركي. فخري خانو اسمعيني منيح، بدي تسجلي لي أسماءهم ومواصفاتهم، وما بدي أي خطأ. الله يوفقك. يلا روحي. بكرة رح تندم كتير يا سنبول آغا، لأنه خسرت جوهرة تمينة. والله مزبوط رح أندم كتير، وخصوصاً أنه مبارح بالذات زادوا مجوهراتي واحدة جديدة. روح من وشي. وصلني مكتوب، السلطانة بيان بعثت لك سلام مخصوص إليك عفيفة خانو. سلطانة بيان دائما غامرتنا بلطفة، إن شاء الله اطمنتوا عن صحتها. صحتها منيح، رايحة تزور السلطانة فاطمة بقصر بأنطاكيا. إيه لازم تروح طبعا، لأنه بالأوقات الصعبة ما إلهم غير بعض. أوقات صعبة؟ شو اللي صاير؟ خبروني في شوية مشاكل بين السلطانة فاطمة وزوجها، بجوز لهذا السبب رايحة تزور السلطانة بيان. ما شاء الله يا سلطانة، الأخبار عم توصلك أول بأول. ليش شو اللي صاير بيناتهم؟ مانو مهم، هلأ اتصالحوا مع بعض وأمورهم بخير ونشكر الله. سلطانة خليكم مرتاحين، أنا شوي وبرجع. والله رح تجن. راحت علينا يا بنات، ما لي حظ كل شيء. يعني يلي اختاروهم شو أحسن منا؟ سينيورا ألف مبروك يا فاليريا، حتروحي على حرم لك سمو الأمير. والله أنا كتير تفاجأت، يا ريت اختاروك تروحي معنا. أنا مالي محظوظة مثلك يا فاليريا، شكلي ما رح أطلع من هون. هو الله أعلم شو مخبيت لي الأيام، بس أنا ما رح أستسلم. احكي مع فخري يا خانم، بجوز تسمح لك تروحي قدام سنبول هالخانم. مالا كلمة، روحي جيبي لي قلم ورقة. مستحيل، أنا ما بقدر. لك انتي عم تخالفي اوامري يا بنت؟ بدك تعذريني من هون ورايح، انا ماني خادمتك، هالشي ممنوع وهالشغلات لازم تتعودي عليها. سمو الاغا قال لي انه مصطفى لساته عايش مزبوط؟ شو عم بصير يا باشا؟ قلي. مع الأسف الأخبار بنوب مو منيحة. مو قلت لي إنه هاي المرة أكيد رح يموت؟ بعدين أنت إلك شهور عم بتخطط للموضوع، شو يلي صار؟
لقوا كل رجالنا مقتولين بالغابة يا سلطانة، والغريب إنه ما قدروا يعرفوا مين عمل هي العملة. كيف انقتلوا؟ كل شي صار من الصبح بكير يا سلطانة، ورجال الأمير كانوا نايمين ومحاسين على شي. رامي السهام هو الشخص الوحيد بيناتهم يلي بقي عايش، وإجا هذا الغبي كمان عوض ما يقتلوا للأمير، وجه سهمه على جاريته الحامل. مو قلت لي إنه هو أفضل رامي بالدولة العثمانية يا باشا؟ حسب ما قال لي قائد الحرس يا سلطانة، الزلمة المسك وكان منصاب إصابة قوية، بظن إنه في حدا هجم عليه وهو عم يرمي. وهو لساته عايش لهلأ؟ مات بعد ما أعطاهن معلومات. أعطاهن معلومات؟ ضروري أعرف شو هاي المعلومات اللي عرفوها يا باشا. ما خبرهم شي غير إنه قاسم أفندي هو اللي حرضهم يقتلوا الأمير مصطفى. إذا بتسمح لي جلالة السلطان، ما بعرف إذا كان القرار يلي جلالتكم اتخذتوه بخصوص الولاية الجديدة بمحله، بس أهم شي إنه يكون في خير للكل. إذا كان قراري خاطئ، وين الخير يا أبو السعود أفندي؟ مولاي، الخير ما بيكون باتخاذ القرار الصح أو الخطأ يا مولاي، بيكون بنتيجة هالقرار، والمهم إنه ضميرك يكون مرتاح أو واثق من قرارك يا مولاي. رح أعطيك مثال. وقت بتخبي شخص قاتل ببيتك وبتمنع العدالة تأخذ مجراها، خطأ كبير، بس كمان ربنا سبحانه أمرنا نساعد كل شخص دق على باب بيتنا وطلب منا إنه نساعده ونحميه. هذا الشيء من شيم الكرام، وبالحالة هي بدك تسمع ضميرك شو رح يقلك. الخيار يلي رح يقوله ضميرك يا مولاي هو الخيار الصح، حتى لو كان قرارك خطأ. منيح انك اجيت يا ابو السعود افندي، انا دائما بستفيد من ثقافتك ومعرفتك للامور. انا بتشكركم يا مولاي. مولاي جهانجير خير؟ شو في؟ حصان اخي سليم رجع لحاله مولاي، وعلى الاغلب صاير له شيء، وكمان بيازيد ماله مبين، كانوا عم يتسابقوا مولاي. جيبوا لي حصاني. بيازيد، يا غوات، السلام عليكم يا جماعة. وعليكم السلام. وعليكم السلام. إلي وقت ضايع بالغابة، إذا بتدلوني عن طريق بعطيكم مكافأة كبيرة. أنت شو عم تحكي؟ هل بده يعطينا مكافأة؟ ما تعذب حالك، نحن منعرف كيف ناخدها منك. انت منيح؟ ها؟ منيح. يلا قوم. ماني مصدق انه الامير مصطفى نفاد من الموت. الظاهر انه في ناس عم يحموا، حتى هو ما له خبر بهذا الشيء وما بيعرفون مين هنن. كيف يعني ما بيعرفون؟ يعني رجالي ما بيعرفوا مين يلي قتل اعواننا. طيب شو عرفك اذا كان قائد الحرس ما عم بيخوننا؟ يمكن كان عنده هدف يوصلك هالخبر. لا، ثقتي كبيرة فيه، هو الشخص الوحيد يلي رح يوقف جنبنا. المفروض نلاقي التاجر ونقول له شو يحكي بالضبط. شوف يا رستم، اذا عرفوا شو عملنا وانكشف امرنا رح ينقطع راسك وراس كل يلي اشترك معك. لهيك تصرف، حاول توصل له وتقتله، ما عندك حل تاني. شو
شاكك بشي حدا؟ بصراحة في شخص ببالي يا سلطانة. أكيد شاكك بخطر باشا. أكيد هيام ورا هالقصة. كل الاحتمالات واردة سلطانة، بس صعب نتأكد، وخاصة أنه لسه ما مسكنا التاجر وسمعنا منه. هاد إذا كان لساته عايش. مزبوط سلطانة، بعتنا خبر للرئيس خضر وخبرنا باللي صار. عن قريب رح نعرف الحقيقة ومين ورا هالقصة. أخذوا مني حفيدي يا يحيى، قتلوه لساته جنين صغير. تصور لو السهم إجا بمصطفى، كنت خسرت ابني الوحيد كمان. فيك تقلي ليش ما عم تحمي الأمير مصطفى يا تشالي جالي؟ سمو الأمير أمانة برقبتك، عم تفهم؟ سلطانة، ما عم بتركه غير وقت يروح على النوم، وعلى طول هو تحت نظري. مصطفى، معقولة يا ابني تضلك على هالحالة؟ ما بيجوز تساوي اللي عم تساويه بحالك. كانوا رح يقتلوني سلطانة، ما بعرف إذا المرة جاي رح أنفد. لا تقول هالحكي، ربي يحميك وتحمل أحفادك بين إيديك إن شاء الله. طيب ليش؟ ولادي ما قالن ذنب يا أمي. مزبوط هالحكي، بس هي إرادة رب العالمين، لازم تخلي إيمانك بالله كبير. ربي اليوم معي، بس مين بيعرف؟ مرة جاي يمكن ما يكون معي أمي، يمكن ما يكون معي. لو وقعت عن حصانك وضيعته سليم، أنا الرابح بهذا السباق. الفوز كان إلي أنا، بس لو ما وقعت عن حصاني. خليه معك، باخده منك بشي مباراة ما بتوقع فيها عن حصانك. بيزيد خلاص شبك سليم، باخده مرة تانية. ما بدي كون مديون لحدا، خاصة إلك أنت. رح تاخده للخاتم. شو قيمة الخاتم؟ أنت هلأ صرت مديون إلي بروحك. سليم، يزيد. لكن لك فكر مولاي، سليم منيح بس آكل ضربة على رجله. أكيد يا بيزيد، تخانقت مع أخوك مرة تانية. كم مرة قلت لك سليم أخوك الكبير وأنت المفروض تحترمه؟ بس مولاي جرح أنا... كبير؟ مو مشكلة مولاي. أمك طول الوقت عم تقلي إنك كبرت وصرت شاب وتغير طبعك، بس يلي شايفه انه لساتك ولد ولسه بدك كتير لحتى تكبر. للأسف مولاي، مالي ذنب ابنه. اخي سليم، قل له لمولاي شو اللي صار معك. اذا بتسمحوا لي يا مولاي، انا تعبان شوي وبدي ارتاح. سليم وقع عن حصانه وضيع الطريق، وقت لقيته كان بين ايدين قطاعين الطرق.
بس أنا أجيت بالوقت المناسب ولولاي كانوا قتلوه. صدقني مولاي. مظبوط اللي عم بيقولوا؟ ايه مظبوط، هجموا علي وكانوا رح يقتلوني، بس لما اجى بيزيد كنت مخلص على كل رجال العصابة. ايه مظبوط، ولهيك كانوا رجليك عم يرجفوا. خلص يا بنات، اليوم بكفي لحد هيك، كل وحدة تقوم على شغلة. انت شو عم تساوي؟ ولا شي. يلا لشوف، روح بسرعة على شغلك. رح نحط لك مرهم قبل ما تنام، وإن شاء الله يومين بتصير منيح. ليش هالمرهم على طول معك؟ يعني بصراحة إيه، لأنه أنا ما فيني استغنى عنه. أنت كمان رح تروح على الصيد. معلش اعذرني مولاي، بوضعي رح كون عبء عليكم أكيد. عبء شو جيهانجير؟ في شي أب بالدنيا بيشوف ابنه عبء عليه؟ معقول أنت؟ إذا بتقصد بالعبء هو العيب اللي حامله على ظهرك، لازم تعرف إنه كل إنسان منا في عنده عيوب كتير، والعيب الحقيقي يا جيهانجير صدقني بيكون بالعقل أو بالروح أو بالقلب وبس. مولاي معه حق يا جيهانجير، يا ريت كل إنسان يتحمل مسؤولية نفسه، وقتها ما رح يكون بهالدنيا في كذب وخداع. لهيك لا تتضايق ابدا. جيب لي هالخانم لهون. شو هذا يا خانم؟ احكي لي شوف شو عم تعملي هون بهالوقت؟ حبيت اجي وشوف النجوم. شو السبب؟ النجوم في لهم لغة خاصة، بتحكي لنا شغلات كتير وبتخبرنا عن مستقبلنا. ايه انا متأكدة من هالشي. خذوا الخانم واحبسوها بشي مكان، الصبح منحاسبها على عملتها. خبروا السلطانة بعملتي، انا شفت السلطانة وهي عم بين النجوم، خبروها عفيفة خانم. انا ناقصني جنان يا ربي. مولاي انا بدي روح نام. تصبحوا على خير مولاي. وانت من اهل الخير. ما بعرف حقيقة اللي صار بيناتكم، بس سليم عم بيقول شي وانت عم تقول شي تاني، وهالتصرف معناته انه في واحد منكن عم بيكذب ومو رضياني تقولوا لي شو هي الحقيقة. باعتبارك يا مولاي عم تسألني، فمعناها انت مفكر انه انا اللي عم كذب، مظبوط؟
أنا ما قلت إنك أنت عم تكذب، بس أنت كمان بتحمل ذنب، ومثل ما أنا شايف إنك حاسس بالغيرة والحقد وحامل عليه كتير بقلبك، وعم تنبسط كتير وقت تزغره قدامي، وعم تستغل كل فرصة. مولاي إذا بيوم من الأيام أنت جبرت أي إنسان على الغلط وما تركت له أي فرصة ليتفادى الغلط، وقتها أنت بتتحمل جزء من الغلط يا بيازيد. طالما هيك يا مولاي، معناتها في ناس كتير لازم يتقاسموا الأخطاء اللي عم يرتكبها. قبل ما تفكر بغيرك فكر بحالك، وخلص حالك من طمعك اللي رح يزيك إلك قبل غيرك. بعدين هدول الناس بيجوز يقدروا يشوفوا أخطاءهم لحالهم. فيك تروح. سليم اتركني، أنا بدي أرتاح. ما أجيت أتخانق معك، أجيت لأعتذر لك. بابا طلب منك تجي وتعتذر؟ أبداً، أنا أجيت لحالي، لأنه كان لازم أتفهم رغبتك وخبي هي الحادثة اللي بتخجل يا أخي. سامحني لأني فضحت أعمالك الطايشة جناب الأمير. شو عم بدور براسك ما بيهمني أبداً، بس اللي عملته أنا هو الصح. شو هو الصح؟ إنك تطلع بعيوني وتكذب حتى بدون ما تخجل من حالك؟ ويلي عم تعمله شو بتسميه؟ ما ضل شي ما عملته مشان تكبر بعين السلطان. أنا متأكد إنه هدول الناس أنت اللي باعتهم. مفكر رح تقلل قيمتي بهالعملة؟ أنت أكيد مجنون، بس أنا اللي حوقف بوشك. حتى لو اللي عم تقوله صح، فهالشي ما رح يغير الحقيقة. حقيقة إنه أنت واحد وضيع وجبان ومالك أمان يا سليم. قومي معي يا خانو. قلي لوين بدكن تاخدوني؟ مولات السلطانة، أول شي وقفتيني بالقصر وقلتي لي حابة ترجعي على بلدك، وبعدين قالوا لي إنك حاولتي تنتحري، وهلأ لقوكي على السطوح لحالك. على شو ناوية يا خانو؟ وقفتك هديك المرة لأني كنت حابة أطلع من هون، وبعدها حاولت انتحر لأنه كنت بدي موت، وطلعت عالتلة لأنه حبيت شوف قدر يا سلطانة. عم بتدوري بين النجوم على قدرك؟ لا يا مولاتي، أنا قدري ومستقبلي بين إيديكي. أنا هلأ شايفة قدري بعيونك. هالحكي شو معناته؟ هي طول الطريق وعم تحكي هيك، كانت عم تقول إنه شافت حضرتك بين النجوم. ظاهر إنه البنت جنت. مدام عم بتقولي شفتيني، يلا حكيلي. احكي، عم بسمعك. في نار كبيرة بقلبك يا سلطانة، وقوية كتير، وموصلة للسما ونجوم كمان، وهالنار ما رح تنطفي، رح تحرقك معها،
هالنار رح تعذبك كتير، بس رح تصلي لكل شي بتحلمي فيه يا سلطانة. وأنا كمان شفت حالي بهي النار يا سلطانة، أنا كمان لقيت قدري. وشو هو؟ مديتي لي إيدك وأنا مسكتها وارتفعت معك لفوق على السماء لجنة سمو الأمير سليم. الأمير سليم؟ بدي روح مع الأمير سليم يا سلطانة، بعتوني على حرم سمو الأمير يا مولاتي، أنا شفت هالعلامة بحركة النجوم. هلأ فهمت شو قصدك من كل الحكي اللي عم تحكي. سمعتي كلام عفيفة خانو؟ سمعتي شو المطلوب؟ بعرف كيف وقفها عند حدا يا سلطانة، لا تاكلي هم، بس تروح على سوق العبيد رح تصحى على حالها. سلطانة، أول وآخر مرة رح سامحك، بس إذا مرة تانية سمعت إنك عملتي مشكلة رح تلاقي حالك بسوق العبيد. مولات السلطان، سمو الأمير، في أخبار مهمة، قدروا يعرفوا مكان التاجر قاسم أفندي. أنا رح أقبض على هالخاين وجيبه لعندك. سموك أنت خليك بالقصر. ملكي كنت أنا السبب، ملكي طلع عم يدفع ثمن ذنوبي إلي. سلطانة، تخلصوا منا. سلطانة، كل الأحداث اللي صارت ما لها أي علاقة فيكي ولا بتخصك ابنه أصلاً، مستحيل، لأنه أنتي مانك ظالمة، أنتي دائماً كنتي المظلومة. خير يا رستم، اجيت لتطلع معنا على الصيد؟ في موضوع مهم لازم تعرفوه يا مولاي. سمو الأمير مصطفى وهو راجع بطريقه على أماسيا للأسف تعرض لهجوم. مصطفى مات؟ نشكر الله أنه سمو الأمير ما تأذى بنوب يا مولاي السلطان. قدرتوا تمسكوا اللي عمل هالعملة؟ كل يلي هجموا عليه ماتوا، بس مع الأسف فقدنا ناس عزيزين. مفضلت سمو الأمير مصطفى مع الولد يلي ببطنه سلموا الأمان لربهم. ومين اللي تجرأ وهجم على ابن الأمير يا رستم؟ جاوبني، احكي مين؟ لهلأ ما بنعرف يا مولاي، بس نحن عم ندور عليه وأكيد رح نلاقيه بأقرب وقت. بس ما بتلاقوه بسرعة رح أحاسب كل مين قصر بشغله من الشندي للوزير الأعصم. رح تبحكم كلكم. اطلعوا لبرا واتركونا لحالنا. شو بكي معصبة؟ مصطفى نفد من الموت بأعجوبة.
معناته رستم خبرك؟ لا يا أمي، عرفت هالشي بوسائل الخاصة. صايرة عم تشتغلي بالسر من وراي؟ أنت يلي حياتك أسرار، أنت وعدتيني واتفقنا ما حدا رح يأذي لأخي ولا بأي شكل. إيه وأنا ضليت عند وعدي، بعدين شو السبب يلي رح يخليني أأذي؟ أصلاً أنا مستحيل أعمل هيك شي. شو اللي صار؟ أنا مالي علاقة بالشي اللي صار له، الواضح إنه يلي صار فخ ناصبينه من شاني، وما عندي شك إنه رح يتهموني إلي. أنا مو صغيرة لتضحك علي. معناها حاج تتصرفي مثل الصغار. أنا شو قلت لك؟ قلت لك توثقي فيني أنا وبس، وأنا هلأ رح أقولها مرة تانية، أنا ما دخلني بالشي اللي صار بنوب، مع إنه من حقي أقتله. أخذوا ابني مني بس مو أنا يلي حاولت أقتله. يلا يا ابني استعجلوا لكم شوي. لا تقتلني، بترجاك ترحمني يا سمو الأمير، لا تقتلوني، ارحموني يا سمو الأمير. مين عطاك الأوامر؟ ما بعرف شي بنوب. مين عطاك الأوامر؟ ارحمني يا سمو الأمير، ارحمني. لا تقتلني، لا تقتلني، رح أحكي. عزيز أغا. مين هذا عزيز أغا؟ أحكي. بالعاصمة، نرجال الباشا، نرجال رستم باشا. سمو الأمير، سليمان، ربنا تلطف بسموه الأمير، شلون بيسخو بولد لسه ما شاف الدنيا؟ شو هالظلم هاد؟ قدرتوا تعرفوا الخاين؟ إن شاء الله تكونوا مسكتوا. لا لسه يا هيام، رح نمسكه، وإلا كتير ناس رح تتعذب من ورا هالشي. ايه طبعا، مين بيتجرأ وبيحاول يقتله لسموه الأمير؟ مولاي ما تتضايق، المهم إنه الأمير مصطفى ما صار له شي، ومنشان هيك المفروض تكون مبسوط. كان ممكن إنه يموت، لو مو فضلته وما هجمت ووقفت بوشه أكيد كان رح يموت. طيب شو رح يصير هلأ؟ ليش جبتوا للزلمة لهون؟ ليش ما قتلتوه هنيك وخلصتونا منه؟ لأني بدي إياه يحكي كل شيء قدام مولانا السلطان. ليش هو شو قال؟ ارجع على غرفتك سلطانة، وهي المواضيع يا ريت تبعدي عنا. مستحيل، هذا الموضوع كمان بخصني، لازم أعرف مين يلي حرمني حفيدي وحاول يقتل ابني. هيام ما هيك؟ هي ورا هالشي. سلطانة لو سمحتي خلينا نطلع. أنا حذرتك قبل يا مصطفى، هالحية ما رح تستسلم أبداً وما ممكن تتراجع، رح تعمل المستحيل بس مشان تأذيك. عاجلاً أم آجلاً أنا رح أقطع راس هي الحية، ورديان ضل عم بتعذب لبين ما حقق هالشي. ليش لحتى ما روح؟
أنا بدي أطمن على أخي. بالأول خلينا نشوف مين الفاعل، بعدين روح لوين ما بدك. مريم معها حق، أساساً السلطان ما رح يسمح لنا نروح هلأ. أنا ما سألتك شو رأيك. مين إله مصلحة بقتله؟ مين ما كان الفاعل أنا رح أذبحه بإيدي. أكيد هلأ أخي عم يتعذب كتير، كان ناطر يجي ابنه ويفرحه. طول بالك جيهان كير، الأولاد كتير متضايقين على مصطفى، حابين يروحوا ويشوفوه بس ما في أمان لنبعتهم، لازم نستنى شوي. ادخل. مولاي السلطان، قول شو عندك. نحن قدرنا نعرف مين هو الخاين يلي حاول يقتل سمو الأمير. زلمي اسمه قاسم أفندي، بيشتغل تاجر يا مولاي. وهالملعون مين بيكون؟ واحد من نبلاء أماسيا، وهو تاجر بيشتغل بتجارة القمح يا مولاي، وصار في مسألة شخصية بينه وبين سمو الأمير قبل هلأ. أكيد صاير شي كبير لحتى هالتاجر سوا هيك. كل سكان أماسيا عم يشتكوا من هذا التاجر يا مولاي السلطان، عم يمارس كل أنواع الاحتيال والغش، وإله علاقة كمان مع الكفار ومتعاون معهم بأعمال خارج قوانين دولتنا. ولما كترت الشكاوى عليه دعا الأمير مصطفى على الديوان وحاكمه، والقضاء أصدر حكم بوضع اليد على كامل أملاكه وأمواله. معقول لأنه صادر له أمواله حاول يقتله؟ شو هالحكي هاد؟ المعلومات يلي وصلتنا من سمو الأمير عم تقول هيك يا مولاي السلطان. بعض اللي ماتوا بالهجوم عم بيقولوا انهم من جنسيات اجنبية. وقدروا يمسكوا لهذا الملعون؟ ما ضل كتير حتى يمسكوه، سمو الامير بذات نفسه عم يدور عليه. انا كمان اخذت التدابير اللازمة، امرت باغلاق كل الحدود وبالاخص الموانئ، واذا مو اليوم اكيد بكرة نمسكوه. شو هالجرأة هي؟ الواضح انه مدعوم من الاجانب يا مولاي السلطان، لانه مستحيل يتجرأ على هيك عملي لحاله. اطلع لبرا. وانت كمان تركيني لحالي. قلي شو الأوضاع؟ ما في معلومات أكيدة يا سلطانة، لسه ما وصلنا للتاجر. انت شو عم بتقول يا باشا؟ هذا الزلمي هو فرمان موت بالنسبة إلنا، إذا مسكوا مصطفى شو بنعمل؟ افتح الباب. هذا مات مسموم. كيف وصلوا لهون وقتلوه؟ تعال هون يا رئيس الحرس. امرني يا بيك. يلي جهز الاكل ويلي جابه والحارس اللي كان واقف على الباب بتجيبه لهون فورا. تحت امرك. هدول الخوان قدروا يفوتوا بيناتنا تشالي جالي. سمو الامير، لازم نوصل خبر لمولانا بسرعه، لانه اذا ما قدرنا نثبت شيء مولانا ما راح يترك القصة تمرق على خير أبداً. أكيد حسب وحساب كل خطوة محتملة لهي العملية، وأخذوا كل احتياطاتهم، بس في شغلة ما حسب وحسابها أبداً. أنا من هاللحظة رح أحكي معهم باللغة اللي بيفهموها. We'll be right back.
ليش لحتى استنى لبكره، خليني اطلع مع سليم. ومين قال لك انه رح تروح بكره؟ انا صار لي زمان برجع لعندك مره تانية. مو ظابطه هالمره، هي اوامر السلطان جيانغير. بس تروحوا كلكم، انا شو بدي اعمل هون لحالي؟ على القليل ضلك كم يوم تانيات، بعدين السلطانه كمان بدها اياك تضل هون. مزبوط، لانه مثل ما بتعرف في مسائل بدها حل ولازم نحكي فيها، وهالمسائل بتتعلق بمخصصاتك. سلطانتي الغالية. يا حبيبي، معناتها اجى الوقت ولازم وضعك يا ابني. بشرفني استقبلك بإمارتي الجديدة يا أمي. أكيد بأقرب فرصة بدي أجي لعندك، مثل ما بتعرف قصر مانيسا كبير وضروري يكون هنيك مشان النظام. وبلكي مريم وجيهانغير كمان بيرافقوني لما بجي لعندك. أكيد، لأني حابة أشوف أخي بإمارته الجديدة. سينيورة سيسيليا، الظاهر اجا وقت الوداع. صحيح، بعد شوي رح ياخذونا مع الامير. يا ترى كيف قصر مانيسا؟ بيقولوا احلى منهم بكتير. متاكده انه هيك؟ عن جد غريب، اللي سنين وانا عم احلم اني اكون بمكانك، وهلا انت عم تحلمي انك تكوني بمكاني بهالرحله. بدي اصلك لسانك هاد اذا مره ثانيه بسمعك عم تقولي هيك. شو بكي سينيورة؟ احكي مع النجوم تبعتك بلكي بيساعدوكي. اصحك تنسى الكلام يلي قلت لك يا أميري. انت هلأ ولي عهد العرش، والعيون كلها رح تكون عليك. وأول عيونك انت يا سلطانة. معلوم، ما في شك. انا خسرت محمد بهداك القصر، الله يحمي لياك يا ابني. آمين. آمين. أمي، أمي مولانا عم يستناني. الله ينور طريقك ويقوي عزيمتك يا حبيبي. آمين. بيزيد، الله يكون بعونك يا أخي، الله يعينك على هالحمل لأنه مهمتك صعبة. رح نضل واقفين عم نستنى هون؟ أنت بتتذكر شو حكينا من كم يوم؟ ما في أسئلة وما في حكي بنوب، ويا ريت تتقيد بالقواعد اللي حكينا فيها. بس نحن جايين على قصر مو على زنزانة. مين منكم تورول؟ يحيى بيك. أمروني وصل هاي الرسالة لسمو الأمير مصطفى. ادخل. سمو الأمير، من شوي اجوا رسولين حاملين معهم هاي الرسالة. وينهم هلأ؟ يا غوات، احترامي سمو الأمير. خضر خير الدين باشا كاتب برسالته أني فيني أعتمد عليكم بكل شيء. هذا لطف من جناب الباشا، أني يكون بخدمتكم هذا شرف كبير إلي يا سمو الأمير. أنا انبسطت كثير لأنه اختاروني من الجوار يلي رح يكون. أنا بعرف أني سمعت اسمي، أكيد رح ننبسط كثير. اسمي يا دوب نلحق. عن جد فرحتي مبسوطة. يا بنات اسكتوا وصفوا على الدور يلا.
انت شو اسمك يا خانو؟ فاليريا. ماشي. هلأ اللي بنادي على اسمها بتقرب لعندي. دستور سمو الأمير سليم. يلا يا بنات وقفوا صف واحد بسرعة، حطوا راسكم بالأرض وما ترفعوا أبدا. يا خانم شو بدك؟ بدي شوف السلطانة. مستحيل، ارجعي لمكانك. شو في يا خانم؟ شو بدك هلا كمان؟ حالة بيزيد وسليم ما عجبتني ابدا. صاير شي بيناتهم يعني؟ ما عندي اي معلومات، بس بتوقع تخانقوا يوم راحوا على الصيد. وقفي، لوين رايحة؟ سلطانة. ولك تعي يا بنت. سنبل سلطانة سلطانة اترجاكي اسمعيني. سنبل يلا قومي معي. يا خانم يا خانم، انا شو قلت لك من قبل؟ ما قلت لك باول مشكله بتعمليها بدي ابعتك على سوق العبيد؟ انا راضيانه يا سلطانه، انا قبلانه بكل شيء بتحكمي فيه. ما لي حدا احتمي فيه غيرك، انا ما لي حدا هون. اليوم سمو الامير رح يروح، بس ما اختاروني من الجواري، مع انه هذا الشيء مقدر الي، بس ما اختاروني. يا أما بتأمريهم بقتلي، يا أما اسمحي لي روح مع سمو الأمير. معقول لهالدرجة حابة تروحي مع الأمير؟ ما بتتصوري. مدام هيك موافقة، رح اسمح لك تروحي معه. فيك تروحي على قصر سمو الأمير. سلطانة طلع لبرا يا سنبل. عفيفة، مريم، وانتو كمان، وانتو يا بنات اتركوني لحالي مع سيسيليا. الخلاف ما بيطمن بين أبو السعود أفندي وشيخ الإسلام يا مولاي. قالوا الخلاف بيناتهم هالمرة كتير كبير. عملت زيارة لشيخ الإسلام الشيخ زادة أفندي، وخلينا نسمع الموضوع من وجهة نظره كمان. أمركم مولاي. اجتكم أخبار جديدة عن ابني مصطفى؟ لا مولاي، بس الحمد لله أنه قبضوا على التاجر قاسم أفندي وأعدموه فوراً. ادخل. مولاي. تعال يا سليم. مولاي صار الوقت لحتى امشي بطريقي، لا تحرموني من دعائكم ابدا. على طول عم بدعي لك يا سليم، الله يزرع محبتك بقلوب الناس يا ابني. امين. كل جارية بهالقصر بتحب تكون مفضلة سمو الأمير، بس أنتي جاهزة تضحي بروحك إذا طلب الأمر ولا لا؟ مثل ما قلتي يا سلطانة، ما عندي حل غيره. هالشي خبرتني يا النجوم، يعني هذا هو قدري. أنا بحب البنات الأذكياء، بس بحبهم إذا ذكاؤهم كان بيخدمني. أنتي حلوة، والواضح أنه في عندك حلم. حالتك اللي شايفتها بتذكرني بوحدة من زمان إجت لهون، وحدة إجت على هالقصر قبل سنين طويلة. رح تروحي على منيسة، بس
أنا رح أطلب منك شغلة وحدي، الإخلاص. روحي فداكي يا مولاتي السلطانة. روحك ما بتفيدني بشي. أنا هلأ رح أمنحك ثقتي، بس أصحك تخسريه أبداً، لأنك ما رح تكوني مفضلة ابني، وبس أنت رح تكوني عيوني، ورح نضل على تواصل دائماً، وما بدي تسألي عن شي أبداً. أنا اخترت كون بطرفك يا سلطانة، وخدمتك شرف كبير بالنسبة إلي. منيح كتير. رح أعطيكي معلومات وافية وكاملة عن وظيفتك الجديدة اللي هنيك. إن شاء الله ما تخسري هاللمعة اللي شايفتها بعيونك يا سيسيليا، وأول هدية رح تكون لإلك. من اليوم ورايح اسمك ما رح يكون سيسيليا، نور بانو. نور بانو؟ ايه، بلغتنا هذا الاسم بيعني المرايا التي تلمع. اسم حلو كتير. السلطانة، بدي أطلب من حضرتك طلب تاني لو سمحتي. في بنت اختاروها لتروح على حرم سمو الأمير، اسمها فاليريا، المفروض أن تضل هون على طول. يلا يا بنات يلا امشوا، لازم نمشي بسرعة، هيك رح نتأخر. استعجلوا. سيسيليا، انت ليش واقفة عندك؟ سيسيليا. نور بان، اسمي صار نور بانو، يعني المرايا اللي عم تلمع. من اليوم ورايح الكل ينادوني بهالاسم. فتت لجوا، أنا هلأ صرت بقصر الأمير. حلو كتير، مثل ما أنك شايف أعداء الأمير طلعوا قوايا كتير، أنت رح تقدر تحميه؟ سمو الأمير قادر يحمي حاله من أعدائه، بس أنا هون مشان أحميه من أصدقائه. لازم نوصل للسلطانة ويا مورستون باشا أنه سمو الأمير مو لحاله. ما عاد في لزوم، لأنه سمو الأمير مصطفى بيعرف منيح شو عم يعمل.
شو صاير؟ ليش فيقتوني من هلا؟ آسفين يا جناب الباشا، بس هذا الشيء وصل لجنابكم. يا ترى شو في جواته؟ ومين بعته لهون؟ ما عنا أي معلومات. We'll be right back.